يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين حاضر سو بزلنا بتون أطرافımızdan tepemizden pasımızdan Allah Teala'nın ana şu farişlere uğrap oyan halatlarımız Farişteler su bizlerini kurşap su bizlerini uğrap turibdi inshaalloh albatta sizu bizlarga Alloh taoloning farishtalari tegib turibdi. Alloh taoloning farishtasi qaysi bir bandaga tegar ekan bu inson abadiy baxtsizlik nima ekanligini bilmaysiz. Wadduha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين فاشكروا الله على نعمائه دنيا ودين أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين أيها الحافظ قد جاء الهدى يسعى إليك فاقتبس من نوره واشدد به دوما يديك أيها الحافظ قد جاء الهدى يسعى إليك فاقتبس من نوره واشدد به دوما يديك أسأل الله بأن ترضى وأن يرضى عليك أسأل الله بأن ترضى وأن يرضى عليك تستحق التاج فالبسه وألبسه والدك يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن مرحبا أوس إيمان و إسلام جوهره